بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نرسل إليكم في جريدة النور أن المصريين يعون كيف يعيشون مع قرنائهم في الوطن بحب وسلام. هذا تحريف منكر لما قلت، ما قلت ذلك ولا قال الشيخ محمد إسماعيل الليبرالية في شكلها الإسلام، ولا وكلمة أخرى منسوبة بالباطل، نسأل الله العافية، تاب الله على من كتب ذلك، إن شاء الله ينشر تصحيح العدد القادم لعله يعني. وإلى الله المشتكى. إنما قلنا نعامل من لم يحاربنا في الدين بالبر والقسط كما أمر الله، ما ذكرت هذه الكلمة. إذا كان في الحلقة المعلنة اللي عامل الهيجان ده كله قلت أن بغضنا لهم لا يمنعنا أن نعتدي عليهم، نذكر البغض كما ذكر الله عز وجل، فكيف يعني في غير مناظرة وفي مكان أنا الذي أختار الكلمات أقول الحب؟ كلام باطل.